سماحة المفتي، السجون الإسلامية كما جاء في العبارة تذخر بالشباب المسلم، والعبارات كثيرة والشعارات كثيرة لها في بيقول لها في عليكم، ما أدري معناها هذا، بس عبارة يعني هو بيتألم يعني لأن السجون الإسلامية تذخر بالشباب المسلم، كيف تتفق هذا مع توحيد صف المسلمين أو جمع كلماتنا؟ لعل هذا هدف الأخ الثاني. أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يقولون ويفعلون. أكثر الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام، وإن انتسبوا إليه بل حكموا القوانين الوضعية وحكموا كثيرا من أهوائهم ولم يحكموا شريعة الله عز وجل، فلا يستغرب أن يكون السجون من المسلمين من لا يحصى لأسباب كثيرة. ثم المسلم قد يفعل ما يجب سجنه، وإن كانت الدولة حاكمة بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من أخذه أموال الناس وعدم أداء فلسه حتى يؤدي الدين، من عدوانه على أحد فلسه حتى يقام عليه ويسلم من تعزيز أو حد أو نحو ذلك. فليس المستنكر من المستنكر أن يسجن بغير حق أو يسجن في طاعة الله ورسوله، هذا هو المستنكر. أما كون السجون يوجد فيها مسلمون قال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لابد أن من تعدى الحدود وإن كان مسلما لابد أن يمسك حتى يدفع فيه أمر الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله وعلى حسب الجريمة قوة وخفة إلى غير ذلك من الأسباب.